الان غادي نحاول في اطار طبعا التفاعل اللي عنده شي سياسي. لهذا قلت على ان النظام ضرب اليسار في الفكر. ربما لان نحن في الادبيه اللي غادي نكتب فيها مثلا الشعر كاين مقتضيات محدده اتفاقيه هكذا تسمى اجناسيه اتفاقيه مرتبطه بالشعر. خلاص في اللغه العربيه كتعرفوا بانه كيقولوا الشعر ديال العرب والشعر وكيفاش كان الطبيعه ديالو كيفاش الطوار والى اخره حتى وصل الى ما وصل اليه في الابداعات المغربيه او غيرها عنده واحد الوضع معين وفيه تميزات واختلافات الى اخره، ولكنه في نهايه الامر اهله يسمونه شعرا ويدرس كذلك على انه جنس ادبي شعر. كان قصيدة الناطر ولا كذا هذه يمكن يعتبرها واحد التفاصيل عندها علاقه بالتطور العام لهذا الجنس الادبي، ولكن يدرس على الاساس انه ابداع شعري فيه نقول صوار فيه انخلاف فيه مفارقات فيه فيه فيه. عندما يعني قررت ان اكتب روايه انا تقيدت ايضا بما الجنس غير طبعا لانه ما يمكنش ما تديرش في الروايه واخا حاولوا يديروها في فرنسا ديال اصحاب ديال نوفو رومون ما يمكنش ما ديرش فضاء ما ديرش شخوص ما ديرش زمان ما تتصاوبش الشيء ديالك والا غادي تكون امام واحد الركام من الاجور والسيما وكذا بدون احيانا بدون معنى غادي يكون ركام. هذا مع العلم ان الكتابات الرواية الكبرى أو التي أصبحت تسمى بالرواية أو أصل الرواية الأوروبية راه في نهاية الأمر كان كشكول. هناك من نقاد من يعتبره سيرفانتيس كشكول من الموضوعات اللي سماه رواية هما الناس اللي جاو من بعد، ولكن سماوه لأنه بدا نوع من الاتفاق بين المهتمين والمشتغلين بهذا السلوك وكذا على تسمية هذاك الضرب من الأدب سميته بالرواية. تقيدت أنا بمشمل الأمور. الاختيار ديال الشخصيات أمام الموضوع اللي كان بالنسبة لي سابق على كل شيء. الموضوع كان سابق والموضوع كان سابق بالمعنى الذي أشرت إليه أمام تاريخ وأمام ذاكرة. فحاولت نفترض مع نفسي أشكون هما الشخصيات اللي يمكن الشخصيات والإطارات التي يمكن أن تصلح للتعبير عن موقف شخصية تجاه هذا الموضوع الكبير بالتفريعات اللي في الذاكرة وفي التاريخ والأحداث وكذا إلى آخره. فكاين داوود كاين محسن كاين النعمان الذي هو سائل هذه الرواية سالفة ظلما وتعسفا ولكن ننسى عادة أننا عندما نتقيد بكتابة رواية ما أو إلى آخره أو نبدع قصيدة شعرية أو إلى آخره في أي جنس من أجناس الأدبية فإننا نكتب أنفسنا ونحاول أن نبدع من خلال مجمل العناصر الثقافية التي تشكلنا الثقافية والاجتماعية والسياسية وغيرها التي تشكلنا. فالناس اللي كيقول لك لا أنا كنرسم الواقع وكذا هذا كذاب كذاب ماهر. واللي كيقول لك لا داك الشيء غنى بعمدية الصفة ولا لا علاقة له هذا كذاب ثاني أيضا. فعادة وعموما في علاقة بالجنس الأدبي كاتب في علاقة بنصي بالجنس الأدبي يعني هو يدخل في تماس وفي علاقات مختلفه وينسج على منوال ولا ينسج على اي منوال يبتدئ يعني هو كيعرف واحد الدائره كبيره يمكن يستفد من تجارب شخصيات تجارب اصدقاء نساء ورجال تجارب الاخر يعني من جميع الاشياء. هكذا هي الكتابه والطابع المميز لهذه الانواع المختلفه من الاستفاده سواء في رسم الشخصيات او في رسم الاحداث او في غيرها هو في الاسلوب القدره على كيفاش نقنعك بانه يعني نوع من الايهام في واحد المقصديه من عملي بلا وفي مقصديه. حتى ذاك الشاعر مع الله اصدقاء الشعراء في القاعه اللي كيركب صور عن مشاهير او
تصور فكري معين أو تصور عاطفي معين، إلا ربما يكون في ذلك مدفوعا ولو بصورة غامضة إلى إنشاء تلك المعاني وإعطائها طابعا مفاجئا أعطاها طبعاً مفارقاً لما يمكن أن يستنتج القارئ من أنا عندي مقصدية بطبيعة الحال من ولكن هذه المقصدية يمكن أعتبرها بحال خلفيات أو خلفية فكرية لكتابة الرواية ورواية أخرى. خلفية الإيديولوجية أو الفكرية فيها مجموعة من الموضوعات اللي ربما في تجربتي الشخصية ارتبطت بالممارسة وبالعمل. أنا لا يمكن أن أتبرأ أو أنفي أو يعني من الاعتراف بأنني أنا عشت سنوات في منظمة سرية للعمل سري، منظمة سرية للعمل التوري الذي كان يرمي في تلك المرحلة يعني من أواخر الستينيات والبداية الأولى والسبعينيات يرمي إلى يجب أن نقولها بصريح العبارة لأنه مكتوبة وحكمنا من أجلها إلى الإطاحة بالوضع بشكل عام غادي نقولش الإطاحة بالوضع الذي كان سائدا في تلك المرحلة على جميع المستويات دون أن ننسى بطبيعة الحال ما نقولش صعب صمد أنه هذه المرحلة كانت أيضا متميزة بنوع من الخنق من التشدد في يعني من الضيق من التضييق على ممارسة العمل السياسي ما من الاعتقالات من إلى آخره وكانت في هذه المرحلة كثير من الهبات الاجتماعية والسياسية وكثير من المحاولات ذات طبيعة انقلابية إلى آخره كان واحد الوضع معتقد ولا يجب أن ننسى الآخر بأننا كنا نعيش منذ 65 على حالة الاستثناء التي لم يكن يسمح فيها حتى للقوى السياسية الشرعية بالعمل السياسي المنظم المطلوب في علاقة بالجماهير وفي علاقة بالوضع السياسي المنظم في معروف للجميع مكتوب عنه المؤرخين والسياسيين وغير السياسيين. أنا كنت واحد من الناس في اليسار كنعملو هذا هو طبعاً جات مرحلة اعتقدنا في إطار هذاك اليسار تلك تقولوا هي رواية سياسية أم رواية تاريخية وبالتالي واش عبد القادر الشاوي بصدد نحت تجربة جديدة في الكتابة لأنه مرابع السلوك مثلا استعملتها العديد من الصيغ الجيدة فيسبوك تعطي الصور أشخاص من كبيرات تهضر عليه كذا كذا كذلك يعني في المربع الغرباء قد هضر على يعني إحالة إلى سياقات ومؤسسات ومواقف واقعية قريبة للواقع يعني في هذا الإطار هذا واش يعني هذا الرواية ممكن ما نعطوها شي صفة من الصفات يعني نجنسوها وبالتالي كما قلت لك واش يعني الترصدات واش كتختبر يعني كتبوا الفاتح على التكنولوجيا ما تنساوش بان راه هذا الصحافة يعني على الأقل ودينا تجربة مشتركة سميتها الموجة كانت أول صحيفة مستقلة وكنا يعني نجاهد ونكافح ونكابد من أجل أن تنجح طبعا كان الشغف وكان الحماس والشكل يعني أكيد أنك استفدت من هذا الصحافة من الاحتكاك اليومي كذلك التجارب الدولية ديالك كنت دبلوماسيا فاش فادك يعني يعني هذه المصادر كلها إلى أي حد استثمرتها من أجل أن تنتج الصادر روائيا متميزا. هو هذه الرواية يمكن نسميها كاينها بالضبط من الرواية يمكن نسميها رواية أطروحة. يعني فيها قضية كبرى، قضية هامة، قضية أساسية، كاينها في كثير من أعمال الرواية وحتى أن النقاد بصورة خاصة النقاد الفرنسيين ولكن النقاد الغربيين بشكل عام في المجال ديال البنيوية والشعرية اسمها رواية أطروحة يعني تتميز بموضوع معين وهذا الموضوع يبنى على مواقف سياسية وإيديولوجية واجتماعية ونفسية وفنية وكذا إلى آخره. أنا كندخلها في هذا الإطار. أما عن الأسلوب هذه الرواية
يمكن من ناحية التقنية أنا شخصياً صورتها هي بسيطة على النحو التالي، فيها جزء الأقسام. القسم الأول حاولت أن نتكلم فيه من خلال أسماء معينة، المجلس، داود، النعمان، شخصية الغدر، حاولت نعطي بعض الإشارات كنقدم ناس المؤمنين من ذلك الفترة ديال بعد الاعتقاد، من بالاختلاف والتنوع والحرية، قيم اللي مرتبطة بالوجود الإنساني المعاصر والاتجاهات اللي يمكن عليها إيجابية. طبعاً هذه غتكون دائماً، وأنا الجواب على السؤال، غتكون دائماً متعارضة مع هذه التحولات الآن التي تطوع حياتنا على المستوى التكنولوجي والرقمي. من طبعاً الريزو سوسيو ظهرت واحد العدد من الدورات، أنا كان خطرها يمكن تكون طبيعية بين قوسين. جن طبيعية لماذا؟ لأنها في ارتباط بهذاك التطور التكنولوجي الذي فرض آليات ووسائط جديدة لم تكن معروفة من قبل، وباقي غادي نشوفوا مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الآن له نجاحات ظاهرة في ميدان ديال الطب وكذا إلى آخره، ولكن سيدخل إلى ميدان الأدب والثقافة والإيديولوجية وصناعة أحيانا حتى بعض العواطف الإنسانية، انطلاقا من نماذج الآن تبنى بناء فعليا، وهي النماذج التي أصبحت مؤثرة أكثر من الأشخاص أنفسهم، لأن هذا النموذج اسمه مؤثر، راه هو مبني على واحد النموذج عابر للأوطان، عابر حتى للقارات، وله أشياع وأتباع ومناصرين، وناس كيبنيو يعني وجودهم على ضوء هذاك النموذج. أنا في معرض الإجابات السابقة، ولكن يمكن أكد لك أنني عندما اخترت هذاك الصنف من الشخصيات المعتمدة في الرواية، إنما كانت حاملة لتصورات ومواقف وصيغ استعملتها وعملت من على ضوئها في العلاقة بالحدث الذي في الفضاء الذي تحدث فيه. ولذلك اعتبرت لهم من البداية أنها يمكن أن تقوم بوظيفة سياقية، أنه كل واحد فيهم كيساهم في ذاك الشيء اللي غادي يولي، لأن شنو البؤرة في الرواية؟ البؤرة هو المقبرة في نهاية الأمر، المقبرة في الوقت ديالها، المقبرة الجماعية.